للقضاء على قوائم الإنتظار لجلسات الغسيل الكلوي للمرضى، تابع السيد أشرف عطية محافظ أسوان ميدانية وضع اللمسات النهائية لهدية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي أسوان، وهي أكبر مركز للغسيل الكلوي يضم 41 ماكينة غسيل كلوي بمنطقة المسلة الناقصة، والمخطط فرشه وتجهيزه نهاية الأسبوع الحالي تمهيدا لتشغيله تجريبيا منتصف الأسبوع القادم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. وهي الزيارة الميدانية التي جاءت ضمن متابعة محافظ أسوان للمشروعات الجارية على أرض المحافظة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين. رافقه خلالها الدكتورة غدا أبو زيد نائب المحافظ بجانب مدير الصحة والمشروعات وإدارة الأشغال العسكرية التابعة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة. وقد وجه عطية الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الصرح الطبي الذي جاء إنشاؤه تنفيذا لتوجيهات سيادته ضمن 14 مشروعا تابعا لصندوق تحيا مصر، تم إنهاء 12 مشروعا منها وجاري الانتهاء من مشروعين آخرين. في مدينة أسوان تابع السيد أشرف عطية ميدانيا ومسات النهائية لهدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي أسوان، وهو أكبر مركز للغسيل الكلوي بمنطقة المسلة الناقصة بأسوان. تم تجهيز وفرش المركز تمهيدا لتشغيله تجريبيا منتصف الأسبوع القادم. وخلال الزيارة وجه محافظ أسوان الشكر للرئيس السيسي على هذا الصرح الطبي. احنا من يوم الخميس هنبدأ نفرش، يعني كل ده عشان خاطر المواطن يبقى ايه يطمن ان احنا فرشنا موجود وحاجتنا موجودة، وهنبدأ ان شاء الله من يوم الخميس. واضح الكلام؟ تمام. مركز الغسيل الكلوي يضم 41 ماكينة ويأتي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل من أجل القضاء على قوائم الانتظار. التأمين الصحي الشامل له باتش معين موجود على كل كذا وكذا وكذا. الزيارة الميدانية لمحافظ أسوان رافقه خلالها الدكتورة غادة أبو زيد النائب محافظ أسوان وبجانب مديري الصحة والمشروعات وإدارة الأشغال العسكرية التابعة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتأتي ضمن متابعة محافظ أسوان للمشروعات الجارية من أجل تحسين مستوى المواطن. كنت معكم محمد حسن عز الدين لقناة طيبة.